ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.16% ليصل سعرها إلى 8169 دولارا، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية بيتستامب. كما ارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 3.17% إلى 22 سنتا، وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.14%، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 7094 دولارا و 8253 دولارا، ويعتقل حاليا بنسبة 58% على المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 من ديسمبر من العام 2017، والتي بلغت آنذاك ب 19666 دولارا. وسجلت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي فقط.